شكل ايفنت والله. وين فورتنايت؟ تخسي فورتنايت وين ايفنتات والله. دقيقة شوفوا كيف شوفوا كيف سواها يا ساتر يا جماعة. انا بدفع فلوس راح يكون في فايز واحد بافضل رسمة واحدة هديته. ابي منكم حاجة واحدة، الامانة ثم الامانة ثم الامانة. التقييم انا ما اقيم صح. ايها السادة والاخوة الكرام، الجزء الثالث من اي شيء تبنيه اجيب لك. فيصل وريدكس قاعدين يسوون حاجة غريبة، ما ادري هم بيكتبون الكود او لا. اليوم معانا النخبة في النخبة، فطاحلة فورتنايت، اسماء من العيار الثقيل، مرعبين، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه بالكرييت. عزيزي المشاهد، انا ما اجيب لك اي احد، يا ربك بتبيضون وجهي، بس انا ما اجيب لكم اي احد. انا اذا جبت ناس انتقيت لكم افضل ناس تبني وتسوي مبات لليوتيوبر سواء عربي او اجنبي. اللي تشوفهم قدامك هم نخبه النخبه. اللي راح يصير كالاتي، راح اعطي قدامي 30 دقيقه يرسموا لي اي شيء يبغونه فورتنايت، طبعا بالميزانيه المحدوده وبالعقل المنطقي. ما ترسم لي بيت وتقول لي يلا اشتري لي، بالمنطق. والقوانين واضحه وما يحتاج اعيدها واكررها. ممنوع الغش واستعانه بصديق، وممنوع تاخذ حاجه جاهزه. ابدا رسمتك من الصفر وفالك التوفيق. واكيد يا جماعه الخير راح يكون معانا فطاحله التحكيم والعدل بفورتنايت، لجنة حكام مكونة من 4 أشخاص، الأستاذ فيرفل إف آر إل، حياك رب العباد. السلام عليكم. والأستاذ راكان، أسوأ إيه بلعبة فورتنايت، يا مرحبا مليون. يا مرحبتين ومسهلتين، يلا شباب. أحمد صبر، أحمد أنت قلت بيكون معنا رابع، مين الرابع؟ الرابع اللي دائما يتأخر على التصوير وأكثر واحد يلام ودائما يتعبنا ويجلطنا، ما بقول اسمه، أتوقع أنكم عرفتم، إن شاء الله ما يطلع المقطع ويفصل علي، بيجيكم بنص المقطع. كلكم عرفوا، احد افراد سكواد المجانين. عموما يا جماعه، طيب خلصت بالمقدمه، رامي عطني موسيقى حزينه وزوم خفيف مع مطر شوي وضبطني بالالرتات. عزيزي المشاهد، والله انا يا احمد احب اقول لك يا اخي، اسال الله انه يسعدك زي ما تسعدني. دعمك بالكود ومواصلتك وانت تحطه في كل مكان ترى يعني لي الكثير. كنت دخلت لعبه فورتنايت عزيزي المشاهد، لا تنسى حتى لو ما تشتري 3 حروف دائما حطها بعقلك كذا، شفت وجهي الاس والاكس والبي تعني لي الكثير. الناس اللي تصور وتحطها كل مره وتقول يا احمد ترى ندعمك، والله اشكركم من اعماق قلبي. استني بالله، لا تحرمونا من لايك والاشتراك، اكتبوا لنا اراءكم تحت على المقطع، تراكم الكومنتات، وبسم الله نبدا. ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في؟ طيب عزيزي المبرمج وعزيزي المشارك، بعد العد الان الى 3 راح يشتغل التايمر وراح يبدا الجيم. ستارت جيم يا اياد، وضبط الامور كلها عند الشباب. 1 2 3 طيروا، بدا التايمر يا جماعه. بالتوفيق لكم، بالتوفيق بالتوفيق. روحوا 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 روحوا، راح راح بيتاخرون ترى، ما في وقت يا قطوه، الحق عليهم. ركز معي لجنة الحكام، اسمع على بال ما يجي خوينا الرابع. اسمعوني زين، ركزوا معي يا جماعة، أنا بدفع فلوس راح يكون في فايز واحد بأفضل رسمة واحدة هديته. أبي منكم حاجة واحدة، الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة. التقييم أنا ما أقيم صح. تم تم تم، بسيطة بسيطة، يعني موضوعنا مرة بسيط، بنشوف ايش يسوونه بنقيم. وصلى الله على محمد. في المقطع الأخير يا جماعة، في ناس رسمت لابتوبات، بي سيات، جوالات، رسموا أشياء صدموني. فالمرة هذه قلت لهم تجهزوا، فوالله ما أدري وش ممكن يصير، ولكن اللي عارفه أنهم بشرى يبدعون. مر من الوقت إلى الآن تقريبا ما يقارب 10 دقائق، تعالوا مع بعض مشينا. طيب هذا أول واحد، خلنا نشوف هذا كنا قاعد يسوي حمام. لا هذا قاعد يسوي سيتب. هي ذا بيدفعني ذا مرة. هذا قاعد يسوي سيتب، بس شكله سيتب فضائي. لحظة يبغانا نروح، يبغانا نروح يقول لا تشوفون. خروح خروح الفن خروح الفن. طيب هذا هذا قاعد يسوي مربع. كنا ملعب صابوني وش زي طلع ما ادري. مربع ما تقدر تحكم الصدق. طيب يعني هذا باقي له وقت شوي. انا قاعد اشوف ملعب صدق هنا، تعالوا عند اليسار يا عيال تعالوا. والله ملعب سلة. لا والله شاشة بيسوي بي سي. ناصر جيت، هذا قاعد يسوي شاشة يا عيال، هذا بيسوي 6. الحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة السادة الكرام، وصل طويل العمر. ما بغيت يا شيخ. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يهديك. تقييم ايش؟ تقييم ايش؟ هذا تقييم سكناتكم. طيب ناصر كم لايك عشان أصور سكواد المجانين؟ كم لايك؟ 80,000 لايك. ليش كذا طيب؟ والله 180,000 لايك ينزل لكم مقطع على طول سكواد المجانين والله. نكمل يا جماعه الان على الرؤيه تقريبا يا جماعه. الان مرت تقريبا 18 تقريبا دقيقه او 15. طيب هذا اللي هذا على ما يبدو انه بيسوي 6. خلنا نخليه هذا بيسوي ست اب. خلنا نخليه انكم سريعين. قسم بالله ما اقيم معكم علي الحرام، ما اقيم. ايش يلا احمد سريع. احمد وين انا سريع؟ وين هنا في رسمه يا عيال غريبه مره تشوفوني. ايه مسوي قلب ما ادري ايش مسوي، بس باقي ما خلص. هذا مو بقلب. هذا مو بقلب. هذا حق الاذان عرفته؟ اي عود حق الاذان. عود اذان. هذا يبغاني اشتري له عود اذان. اوكي 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 خله روح للي بعده، خليكم مع عيال قربه. يلا طيب عندنا هنا واحد تاكل حاله. هذا ما والله ان ريحه ايفون ذي، ولا انا ما افهم. مطبخ يا عيال. لا سرير. لا ايفون. لا هذا مكيف. مكيف. ايفون ذا ايفون.
ايفون يا عيال بيسوي ايفون. انا جذبني هذا اللي قاعد الفيديو مره طويل كبير. ايه هذا احس بيسوي شيء رسمه شكله بيرسم ده. والله احس هذا بيفوز يا عيال الصدق. وين هذا كنا جاب راسي من البدايه. لحظه هذا مو بحط 6 بي، هذا حط 5 اكس بي. ايه 5 اكس بي. لا من هنا اقراها من هنا. تعال من عندي اقراها من عندي هنا. لا 5 دي اس. يلا اس مو مشكله. هذا واضحه. هذا وين واضح والله يعرق عليه. ما شاء الله والله يعرق ذا احمد. شكلي بدفع احمد الكرت هذا والله تدفع ار تي اكس. لا مو كيف امك. تعال مره 73. طيب هذا يا عيال اللي باني برج كبير ذا وش يسوي هنا؟ ما ادري صراحه مره كبير. يمكن ما يبي احد يشوف. والله شكله تصدق ما راح اشوف. خله هذا خله خلنا نروح جهه دي. هنا في جهه قاعد يرسم. تعال وينك؟ شوف اللي جنب اللي ابو طويل هذا ايش قاعد يسوي؟ وشو؟ اتوقع يبغى في ار. لا هذا سكن يا عبد الرحمن، لا تقعد تفلسف. والله شكله في ار صدق. خلوه على راحته. خلوه على راحته. والله يا احمد انك انت جايب مو بس مبدعين. ايه في ناس ترسم رسم. وينكم فيه؟ هنا. مساحة الماب احذف. الله زي هذا. الله يلعن بريسك. مساحة الماب الحين اللي يرسم تعطيه صح؟ ناصر مساحة الماب راحت لنصر. عيال ما يمديهم يرسمون، شيلها. كيف احذفه؟ ما ادري كيف احذفه، والله ما ادري. لا قاعد يزيد الماب. ناصر قاعد يزيد الماب. لا اصبر حبه. اصبر والله اني ما عرفت اشيله. ناصر لا قاعد يطيح اشياء. ناصر لا والله حرام عليك. طيح هذا من حتى جوالي من ماسكه. ايوه اللي مسح. من جا مسح هذا. هذا لازم نعطيه بونص. هذا اللي قاعد يحذف القطوه. ها هذا القطوه نفسه اللي خمر. ايه هذا لازم نعطيه بونص. عذاركم يا جماعه، بعد ما صارت مشاكل وكرشت على ناس ووقفنا وسوينا لين ما بعد طلعت روح اجتمعنا الان. ركزوا معي زين يا عيال. معليش يا عيال، انا مره متحمس يا عيال. قاعد اشوف تصاميم اقسم بالله هي تروع. يا ابوي استهبل والله. شوف اللي هناك. ما بحرق ما بحرق يا ساتر. والله ما شفت ولا شيء. اسمعوا كلكم جاهزين يا عيال؟ طيب الان انتهى الوقت يا اخواني. المتسابق الاول باسم اياد، تفضل عندنا اياد وافتح الباب وبنلحق. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا بانين مربع ننتظرك. اياد رسمتك انت حاجه تبغانا نجيبها لك ولا حاجه يعني مختلفه؟ لا مختلفه، انا ابيكم تضحكون بس. ولا يلا احنا راكبين معك يا عيال. يا عيال بالله ناظروا تحت. تكفون يا عيال. تكفون والله. قاعد طالع تحت والله. لا مو راسه تطلق. قاعد ناظر تحت بالله. لا تطلق عشان لا تكسر. انا مغمض عيوني بعد. وصلنا. هذا هو حقك. هذا هو وصلنا. زين يا جماعه. يما هذا حط مدخل. ما شاء الله والله سوى بسرعه. دقيقه. اوكي. خلكم هنا، لازم نبدا الجيم. اوكي يلا. هذا يقول جيم، هذا سوى لنا لعبه. والله ما ادري عنه يا ساتر. انزين دقيقه، الموضوع لا حد ياخذ شخصنا، الموضوع طقطقه فقط لا اكثر ولا اقل. هذا عود الاذان يا عيال. عود الاذان اللي في البدايه. يلا بسم الله. اي والله بسم الله. يلا روحوا. اوكي 6 بي. اوكي 6 بي ورود الاذان. لا هذا ايش؟ هذه مودي. هذه مودي. هذه دراك يا مودي دي. يعني عود اذان. لحظه وش الشيء اللي يقول صوت واحده؟ يمديني اخذ واحده. عندك تاخذ. ايوه كيف خذت؟ ما ادري، جاء عندي مربع طارت دي. اصبر انا ما اقدر اخذ. ليش؟ يبدي ندخلها بالليفل. تخيل ندخلها بالليفل. والله ما حركها من فوق. حركها من فوق. صبر خلي. ايوه ثواني تعال. ايوه اصبر بالله. انقلبت. نزلت ابو خالد. خلف فينا. يا الله والله رهيبه والله رهيبه. كيف سويتها بسرعه؟ شكله بيصير شيء. لا يا ابوي هذا الفورتنايت ذا. هذا حدث اقسم بالله بدعت ورب الكعبه بدعت. اول شيء فكره اللعبه هو اللي تبغين اشتري لك اياه، لكن اياد سوى حاجه مختلفه. الصدق انه سوى حاجه مختلفه، فما ادري وش اشتري لك. هل اشتري لك عود اذاني؟ هل اشتري لك؟ والله ما ادري. انت ايش تبي اياد؟ اشتر له ابو خالد. والله انا قلت لكم ابيكم تضحكون بس. والله ضحكتنا الصدق. والله ضحكت صراحه. امتعتنا كانه ضحكت صراحه. اشهد طيب. الحمد لله ما في شيء. طيب على كذا اياد سويت هذا بنص ساعه. شلون؟ ما شاء الله عليك. سريع سريع ما شاء
الله والله فنان والله. ولكن احمد ترى نقدر نعتبرها رسوم متحركه. ايوه وصراحه رسم ترى. طيب انا بالنسبه لي للتقييم، انا بالنسبه لي لو بقيم الشغل اللي سواه ب 30 دقيقه صدق والله اعطيه 10 من 10. ادري بقول تقييم عالي لكن والله يعني على شغل سريع بعطيه درجه عاليه. بعطيه انا 10 من 10 يستاهل. لا كثير كذا. الله اكبر والله هذا يستاهل يا عيال. مساله ملاحظه، لان كان لان الوقت كان ضيق، سوى شيء بالوقت الضيق هذا والله مو بسهل. طيب اللي بعد المسابقه اللي بعدها حق جاهز يا جماعه. تقييم ناصر. ناصر مو مهم انت. لا 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 خلاص 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 خلني اقيم. طيب يلا قيم. ما ابغى خلاص. طيب هذا شكله ودانا بعيد. ياب ياب طول. ليش احس هذا رسم بي سي؟ ولا وش رسم ذا؟ وين رسمته؟ وش لك ذا راعي البي سي؟ اه هذا راعي البي سي. اي هذا هو. والله سوالك بي سي جيمنج وحط لك مراوح هنا من اول. اوكي 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 خلينا نطالع الان ونبدا التقييم يا جماعه. بنطالع ونبدا التقييم تمام؟ مستحيل. طيب اوكي مستحيل. اوكي 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 شوف 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 بالله شوف المروحه اللي على جنبي. احمد تعال هنا. تعال ادخل جوا ادخل جوا ادخل جوا احمد ادخل جوا ادخل جوا شوف التفاصيل. تعال ادخل جوا شوف التفاصيل. شايف باللونه هذه واللمبه. اول شيء عندك هذا يا احمد، هذا طبعا معالج مره كويس نفس اللي عندي بالضبط. يا عيال قاعدين تدفعوني يا عيال. لا لا تقدر تحط فيه رسومات، تقدر يحط كود اس اكس بي هنا ينور. طيب طيب انا ببدا تقييمي بعدها عاد كل واحد يقيم. طيب طيب اول شيء بالنسبه للشكل الداخلي للجهاز للداخلي يعتبر ممتاز، تفاصيله كثيره، اللمسات اللي حاطها هنا تعتبر حلوه كمعالج ككرت شاشه. بالنسبه للشكل الخارجي ما في مداخل، المفروض ان تكون في مداخل. نحط بالحسبان ان هذه كلها انبنت بنصف ساعه. الجهاز من برا يعتبر جميل، الاسلاك حلوه، الكيس تحسه يعني ها أبقيمه 7.5 من 10. طيب أنا بتكلم. أوكي. طيب أول شيء بالنسبة لي أنا صراحة أنا أشوف رسمة البي سي كثرت وقد شفتها أكثر من قبل. أوكي. فما في شيء ميزني مرة بالتصميم هذا عن اللي قبل. أوكي. الشيء الثاني ليش في معالجين هنا، معالج فوق ومعالج تحت، المفروض ما في إلا معالج واحد. وهذا مستقعد. أيوه. أيوه. والشيء الثالث صراحة يعني ليش لون واحد، المفروض البي سي تغير ألوانه. إيه إيه إيه. فأنا من عندي أبعطي تقييم صراحة 6.5. أوكي أوكي أوكي. ناصر. أول شيء. أول شيء. بالتفصيل. اول شيء اللون هذا الامانه انا مو بعجبني. يا اخي دخلك بالنار. غير اللون بخليه. اول شيء انا عندي نقطه معينه على موضوع المراوح، في مروحتين قدام ورا، في موجوده شكل مراوح لكن ما هي موجوده المراوح من ورا، المراوح مخفيه او لا. صحيح. فاتوقع غالبا ان التبريد مائي، بما ان التبريد مائي وكرت الشاشه RTX 3070 وبن احمد عندي تعليق على نقطتك انك تقول ما في مداخل. احمد هذه اجهزه الجيل الجديد كلها بلوتوت، شكلك ما تدري، بدون اسلاك بدون حوسه سيت اب. التقييم كامل يا طول عمر السلام بان الرجل جاينا من المستقبل وفكر لنا تفكير زين. اعطيه 9.5 من 10. والله العظيم بيزك انا ناصر. ناصر اقطع بليزك. انا والله العظيم ان البي سي جاهز صراحه شكله بس ذكرت تفاصيل انتو وصدق انه يعني ما كانت ببالي. أوكي. انا ما افهم في البي سي. طيب. فبعطيه بكل امانه 8. يستاهل 8. 8 تمام. خذيت معنا يا صاحبي الان توتال التقييم 31.5 من 40. بسم الله. المتسابقه اللي بعده ثلاثه. بسم الله. طيب نحاول نفهم. طيب. الشكل نحاول نفهم الشكل. والله نحاول نفهم الشكل. طيب هذه شكلها شاشه. دقيقه انا ماني فاهم مرة، حتى أنا ما فهمت شيء. أنا فهمت. تعالوا هنا تعالوا عنده. أنا وين فهمت. أحمد تعال أحمد طلع في هنا كاستمايز بوتن، أضغط مربع. لا تسوي شيء ناصر، لا تسوي شيء ناصر. شكلها شاشة. لا شكلها لايت سايبر حقت الفي آر، تعرفها؟ وش لايت سايبر؟ ما أعرفها. ها بدينا حاجة. شكلها إيفنت ثاني. إيفنت ثاني ولا صبر يا عيال. فيلم شكله فيلم ذا ولا وش؟ ما أدري خلنا نشوف. طيب وش نسوي؟ لا أحد يضغط شيء. تعالوا هنا كلكم. في تداخل صح؟ أيوه كلكم خليكم هنا. أوكي. طيب شوفوا خليكم في النص بالضبط وشوفوا النقطة البيضاء. نشوف النقطة البيضاء. طيب أوكي أوكي. جوال. شو صار جوال؟ سوى جوال. شيء دقيقة. تاريخ 23. رسالة. يسكت. ناس حلوة والله حلوة حلوة حلوة. استكسي فرا الاستوديو يا أركيكي. يا ولد تدري وش حسبها أول شيء يا أحمد؟ إي شلون؟ لعبة الفي آر ذيك الأغاني. شلون 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 نبرة؟ دقيقة شوفوا كيف شوفوا كيف سواها. يا ساتر يا ساتر. مستحيل والله مستحيل. أصفق أقسم بالله أصفق والله أصفق والله كذا. يقولك طالع النقطة البيضة. أوكي أوكي طيب يعني رسمة جوال. أوكي الرسمة جوال
لكن بطريقه ذكيه. حلو، رسم ايه. الجوال بطريقه ذكيه. تبي تقيم ولا انا ابدا؟ ابدا انت فيرفو. يلا يلا. طبعا اول شيء اذهلتنا وابهرتنا بالرسمه وطريقه تقديمك للرسم زين، ولكن انت ما حددت ايش بالضبط تقريبا ايش الجوال اللي انت تبغاه ولا كتبت اسمه يعني، فاحنا عرفنا ان احنا ايفون. انا من عندي صراحه الرسمه مره ابهرتني وراح اعطيك 10 من 10. اوكي طيب، انا بالنسبه لي اللي شفته قدامي بعيدا عن الجوال انه ما ندري وش نوع الجوال، لكن المقصد انه ايفون بطريقه ذكيه. في البدايه ما حد كان يدري انه جوال ولا 1%. شفنا شاشه كبيره بالضبط، شفنا حاجه كبيره ثم فجاه اشياء تنحط ثم نروح كلنا في منطقه ويطلع جوال. صراحه درجه كامله والله تستاهل 10 من 10. الفكره جدا اسطوريه يا اخوان، الفكره لحالها هذه انا اعطيها 10 من 10، لكن باقي دقيقه، باقي التنفيذ. التنفيذ عندنا التنفيذ. يعني تقييمك كم ناصر؟ تقييمك كم؟ اسمع اسمع، خلني اقول انا الفكره 10 من 10، ولكن في شيء ينقصها. ليش جايب لنا ايفون 7 مدري ايفون 8؟ بعدين كودي حط الثالث، ليش ما انت حاط الاول؟ يا الله حط كودي الاول يا اخوي. انا اعطيك 7.5. والله ناصر خسر السعر شوي. اوكي 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 اوكي، انا اعطيه بكل امانه 8 ويستاهلها وبقوه بعد. اوكي 8. طيب نحسب الان نتيجه 35.5 من 40، يعني فقط 4 نقاط. والله الى الان افضل رسمه، المركز الاول الى الان بدون منازعه. اوكي وصلنا 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 وصلنا. ينزل انزل. اوكي طيب، هذا اللي شفناه في البداية اللي كان حاط مراوح، تذكرون عيال؟ ايوه طيب جوال ايفون. شكل الجوال اللي عليه صار ما خلصه. ما خلصنا والله، ما حلو الجوال عاجب. بس علامة الايفون ليش جاي هنا ما حاط مناديل قبل؟ طيب يا هي تفاحة، هذه تفاحة. ما في وقت ما في وقت ما في وقت، سوى حاجة سريعة. طيب طيب اوكي، انا بقيم الصراحة بالنسبة للرسمة كرسمة اعطيها 2.25. لحظة لا ما خلصت ما خلصت، ولكن استخدم عنصر ما اقدر اقاومه، واذا حطه قدامي بسوي اللي ابغى، فلذلك رسمه من 2.25 إلى 7.5 بسبب الاس 6 بي اللي موجوده في النص، واللي بلمه يفتح في مقطعي وكيفي وقناتي وبكيفي. انا بقيم 7.5 كيفكم. انا بقول تقييم عندي صراحه، انا ولا واحده من هاللاقوات الا اليوتيوب الوحيده اللي طالعه كويسه. عندك هنا جوجل مو كويس، تويتش مو كويس، هذا نونو لايف. اوكي هذا وشو؟ طيب هذا وشو؟ هذا تويتر. ما عليك، المفروض انه تويتر بس بدل يحط عصفور. انا صراحه انا بعطي الرسمه 2. ها ناصر، في حاجه في حاجه ما تدرون عنها. هنا في زر مربع، اذا ضغطته ودق الجوال فبعطيه 10 من 10، اذا ما دق الجوال ماني معطي شيء. بسم الله ما دق يا عيال. ما يدق اكيد حمار انت. ما يدق، ليش ما يدق؟ ركان كم تعطي ركان؟ انا اعطي صراحه 6 من 10. 6 ركان والله طيب. ركان والله 6 من 10. تدري ليش؟ حط فرل، بغير بغير. حطك وادكم، حطك وادكم كلكم مع الركان اللي على اعلى تقييم. واحد جي جي، ما قصرت هارد لك، واضح انه يعني رسم مره. اوكي اللي بعده الان بروح للمتسابق اللي اسمه جي اي شرطه زد. هذا وش هذا؟ جبر طاح من عرضه خاص. 10 من عندي. اصبر 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 اياد. ستار 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 ستار، يقول ستار في حاجه بتصير شكلها. اوه ايفنت ايفنت يا عيال، ايفنت جديد شكل ايفنت. والله وين فورتنايت؟ تخسي فورتنايت وين؟ ايفنتات والله. والله ما شاء الله تبارك الله، مستحيل والله. والله فنانين يا جماعه، والله يستاهلون الدعم. ترى قنواتهم كلها بالوصف يا اخوان، لا تقصروا معهم. وانا بعد اعطوني لايك. اول شيء هذا التصميم، ثاني شيء فيك تجرب البي ار. اما اصبر اصبر اصبر، قرات قرات. كل واحد واحد عيال، كل واحد واحد، كل واحد واحد. انا دخلت والله، انا دخلت بعد. فتنا وينكم؟ كاننا نجرب البي ار، فهمت احمد؟ لا ما فهمت. يعني منظور اول كذا نلعب كاننا بالعيون. منظور اول. كاني اوكي. ايوه لا تطير لا تطير. طيب امشي اركب. ايوه ايوه انا معك احمد. اوكي الرجال ذا. اي والله يا عيال، طلعوا تحت طلعوا تحت. في بالنظر يمينك تشوفني. اي اشوفك. نايس نايس والله. لا 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 لا. اوكي ببدا انا يا جماعه على اذنكم. يقول عشان احبكم ما ودي وما بدي اياكم تزعلون. والله ونعم. من وين يا اللي صممت الماب؟ لبنان. لبنان والله وستي النعم. يقول لك يا ركان حط كنت غلط.
يلا يلا ركان ما عليه ما عليه ما عليه ركان تذكر ذمه وضمير ركان ذمه وذكي ذمه وضمير ذمه وضمير. طيب انا اقيم التصميم الخارجي 10 من 10 والله العظيم، مو بس عشان الكود، عشان تناسق الالوان وعشان الكود بعد. فلذلك التصميم الخارجي اعطي درجه عاليه، التصميم الداخلي وتجربه الفي ار حلوه بس كانت صغيره مي بكبيره مره، فباعطي التوتال كامل 8.30. الان انا عندي سؤال يا اللي يسوى الصوره، هل هذا في ار ولا هذا حق البلاي ستيشن في ار؟ لان اتوقع تقصد البلاي ستيشن في ار صح؟ اوه حط سبيكر هنا بعد. اوكي هذا حق البلاي ستيشن في ار. طبعا التصميم من برا صراحه جدا جدا رهيب، واستمتعت في الواقع الافتراضي اللي داخل، فمن عندي انا راح اعطيك صراحه 9. انا عندي تعليق على شيء معين الا وهو الشخصيه. شوف الشخصيه اللي واقفه ذي بالاسلاك اللي ورا، حاط لها رقصه، حاط لها ايموت معين، ومركب ذي داخل الايموت حقه الفي ار، وشوف كيف لبسها. ناظر كيف لبسها الفي ار. شوف بالاسلاك تناسق الالوان مع الفي ار. طبعا يا جماعه احنا نتكلم على اي شيء تبين اشتري لك، يعني هنا هو باني في ار فمقصده في ار، هناك باني جوال مقصده جوال، فهمتوا؟ فكل مكان الفكره حقتك تعتبر من التقييم، تساعد الشيء اللي تبغاه انه يوصلك. تقييمي للرسمه كامله ولذاك 8 من 10. اوكي 8 و 8 ونص من عندي، وفيرفول 9. باقي ركان تعب مره التصوير الصدق، والتجربه كانت ممتعه الصدق، فبعطيه سلمكم الله 7. التقييم النهائي لمحمد 32.5 من 40. اللي بعده يا جماعه. طيب عزه، عاد عزه مبدع. اوه هذا سير. اصبر 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 اصبر. هذا ايش؟ هذه آلة تنقل عبر الزمن. لا ما يسويها والله، هي مستحيل. آلة تنقل عبر الزمن والله شكلها. هذه ايش عزة؟ وش ذي ندخل ولا ايش نسوي؟ هذه يا اخوان، هذه يا اخوان طابعة ثلاثية الابعاد. طابعة ثلاثية الابعاد. اوكي بلا اطبعني اطبعني. طيب اطبع اللي تبغاه، اي شيء تبغاه، انت ايش تبغى تطبع؟ ابغى اطبع ناصر. ناصر روح بطبعك. كيف اطبع؟ كيف اطبع؟ طيب طيب خلونا بس اول شيء عشان نشغل هذه لازم طاقة صح؟ إيه؟ ما لقيت افضل ولا اقوى من طاقة اس اكس بي. يا ابن الرجال يا ابن الرجال، بسم الله وعلى بركة الله. يلا دي الكود بطلع. اصبر بغط الكود يا جماعة الخير بسبب الله، وانا بغط. يلا ضغط الان ضغط. طيب الحين بطبع لكم شيء بسيط العيون شونج. تمام راح نطبع اس اكس بي. يلا اوكي يلا افضل حبر وكل شيء. يلا الله. بسم الله. اوكي ايوه اوكي يا سلام يا سلام والله فنان والله فنان. حلوة 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 والله حلوة. كيف سوولها ما أدري، بس أقسم بالله فورتنايت صايرة مودات، صايرة برمجة باللعبة مو طبيعي الوضع. أقسم بالله للي ما يعرف عزة يا جماعة هو الفائز بالمقطع الاول من سلسله اي شيء تبني لك، فما شاء الله تبارك الله والله ما قصر والله فنان والله. بالنسبه لي اي شيء في فكره ابداعيه بغض النظر عن التفاصيل، ومع العلم ان الوقت قليل هذا يستاهل الدرجه الكامله. عزت مو عشان كودي لكن 10 من 10. تفضل فيرفول. طيب بسم الله، انا بالنسبه لي صراحه مره ابهرتني ومره عجبني هذا الشيء، وانا من عندي راح اعطيك 9. بدون فلسفة وبدون كلام واجد 10 من 10 للأمانة. أوه أوكي. أنا أقسم بالله على إني مصدوم إنه في شيء زي كذا في فورتنايت ورب الكعبة. فلذلك الصدق كان ودي إنه أقدر أطبع مثلاً، أنا إذا وقفت يقدر يطبعني فهمت؟ بس ما أتوقع إن فيها إلا أحرف صح ولا لا؟ فأعطيها أنا بكل أمانة عشان فيها سكس بي ولا فيها أراركي 8.5 يستاهل. والله كذا. أصبر هذا التقييم عالي مرة. الأول ذا للحين 37.5 الأول. عزة يا ابن اللعيبة، عزة خذ المركز الأول ب37.5 تستاهل والله العظيم. إلى الآن المركز الأول. أوكي باقي عندنا متسابقين 37.5. طيب المتسابق قبل الأخير يا جماعة الآن. ماشي إيفنت رابع حلو. إيفنتات اليوم. طيب وين مصممنا؟ وين فارس؟ يلا يا فارس حنا وراك بسم الله. يا عيال هذا أحمد كيف تركب كذا؟ اركض بالجير. اوكي 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 طيب اتوقع انه بي سي صح؟ يحتاج تتوقع. اي بي سي بي سي بي سي حلو. كل كيس حقه حلو. اكس بي مصدق رايل اس اكس بي فرائل. شوف الجي اس دبليو واي موجود. يا سلام. اوكي 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 هنا في فكره احمد. اوكي الاس والاكس والبي قصدك صح؟ ايوه لازم تجمعها واحده واحده. شلون اجمعها؟ بالترتيب الدخول من هنا. من وين؟ شوف على انا اللي بجمعها.
يلا. طيب حرف الاس. نذكر يا جماعة ان الفكرة لها تقييمها. حرف البي فوق. واي. اوكي. هذا الاكس. باقي البي. حلو حلو حلو. البي من داخل. البي بسم الله. احس بيشتغل لد. صح ايش صار؟ ودي اطلع برا اشوف ايش فيه. خلنا نطلع. اوه 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 طلع من ورا، طلع من الارض احمد كذاب. والله طلع من الارض كذا على فوق. ما شفتها قار قار، ما شفتها بالله. طلع كذا من فوق على تحت. اوكي 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 اوكي. نبدا نقيم نبدا نقيم نبدا نقيم نبدا نقيم. اول واحد بقيم، اول واحد لا تخيل. يا جماعه الخير، الكيس الكيس شوفوا كيف اسلوب المرايه، كيف اسلوب القزاز، كيف يعكس من جوه ويعكس على برا. قسما بالله اختيار موفق. بالنسبه للمداخل برضو احمد نفس تعليقك اول، ما في مداخل يو اس بي، بس برضو اعيد واكيد هذا بلوتوث من المستقبل. ايه هنا انا اكذب يا اخي، الله يرحم لي امك يا اخي. كمل كمل ناصر، كمل كمل الدرجه. الوان الوان البي سي، الوان البي سي رهيبه مره. 9.5 9 ونص. اوكي عادي اقيم. يلا قيم. طيب للامانه انا صراحه ممكن يزعلك التقييم حقي، ولكن ما جذبني اي شيء من هذا الشيء. شوف ان اشوف ان البي سي يعني حلو، ولكن مو مرتب مره وكبير. يعني كيف كذا مراوح مره هنا ومراوح مره هنا وما في شيء هنا. فانا من عندي صراحه صراحه من عندي راح اعطيك، ومع الاس اكس بي اللي طلعت ورا من الارض راح اعطيك 5. اوكي طيب انا بقيم. انا كالعاده اقول ان الفكره في خروج الشيء وظهوره هذه تعتبر درجات زياده. فبالنسبه للبي سي كشكل يعتبر شكله مو متناسق، عشان ما اطيل يعني يعتبر كاسم بي سي، لكن حركه الكود انه يطلع من تحت الارض بغض النظر اكيد واعيد واكرر انه كودي. ابعطي تجميع بعد تجميع الحروف. اي نعم، مع الفكره كامله ابعطيك 7.5. انا اعطيه صراحه على قبل شيء عجبتني حركه يوم دخلت جوا تصقع في الكهرب في البي سي من جوا تتكهرب، فهمت؟ طيب هذه معروفه من زمان. صار التماس. اوه التماس. يلا قيم. طيب قيم. فانا عشان التماس هذا ابعطيه 8. الدرجه النهائيه 29.5. ما قصرت يا فارس والله، يعطيك العافيه. بسم الله المتسابق الاخير. طيب عجبوني شوف هنا. وين هذا اللي كان يسوي بربع ذاك تذكر؟ اوكي ايوه سيارة مغرس. سيارة ساعد مغرس. اصبر 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 اصبر. اوكي اوكي طيب عندنا هنا حاشي. اوكي ناقة. اصبروا هذه سيارة حلوة الفكرة. ستيف فوق اللوحة ار ار كي. ركان انبسط ركان. تخيل ان كودك مكتوب هنا ركان. يلا انبسط انبسط انبسط. اقسم بالله اني احبك في الله. يلا ركان التقييم عندك الاول. التقييم فوق التقييم ار ار كي شباب. تذكر العدل فوق العشرة. طيب ركان يعني 10 صح؟ 10 من 10. طيب فيرفل صراحة 3 من 10. اوكي فيرفل 3. ناصر دقيقة شغال على الموضوع هنا عشان ابدا اقيم على راحتي. بسم الله. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خلق المرسلين. 8 من 10. اوه ماي جاد 8 يا ناصر. 8. طيب انا انا اللي عجبني بشكل مختصر اللمسات الخفيفه، شيء بسيط كذا وسمبل. الصراحه بعطيك 6.5 من 10. 27.5 من 40. ما قصرت. طيب طلع انه متبقي مسابقين يا جماعه. تفضل ورنا مشروعك اللي سويته وينه. يلا تعال تفضل يا شباب. والله اقسم بالله. اوه لعبه الزهره. ايش 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 لعبه شيش. لود ستار لود ستار. ايوه والله يبيلها جيم. ها اول شيء كل شخص له لون، مثلا يلا لون انا ازرق راح يقول كذا. يقول اصفر يقول الحين يا شون لازم انت تبدا اضرب النرد بالسلاح. اضرب النرد طبعا بس انت اللي تقدر تلعب. شوف زرع لك يا شون. زرع لك 6. زرع لك 6 بنص الماء. اوكي طبعا انا الحين اطلق ثانيه. شوف مشالك حب. يطلع لي 2 تحت لو تركزون. شوف اضرب هذا الفكره. حتى ديش تحرك ترى احمد. ما بداني اكمل البرمجه. اوكي 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 فهمت 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 فهمت. يعني يقدر يخلص البرمجه نلعب لود ستار بفورتنايت. اي والله شكله مقطع يوتيوب ثاني ذا يا فيربل. في وقت اكثر من ساعه قدرت نلعب. والله ما قصرت بالعكس رهيبه والله رهيبه. بخصوص الشيء اللي بنيته في ميزه واحده تفرق عن الجميع كلهم، وهذه توي انتبه لها، ان حجمه كبير مره فياخذ وقت، وغير انه ياخذ وقت
التفاصيل والدقة مش طبيعية، الألوان وتناسقها، الأكواد اللي أنت حاطها، البرمجة اللي أنت مسويها. الصدق أني هذا اللي قدامي مفروض أني أعطيه نفس ما أعطيت الجوال ونفس ما أعطيت آلة الزمن، فراح أعطيك عليه 10 من 10. أنا صراحة تكلمت عني أنت يا أحمد، تناسق الألوان والوقت داهمة، وصراحة صنع لك لعبة داخل لعبة بالضبط. من عندي راح أعطيه 8. أوكي للأمانة 10 والله العظيم. أوكي. 10 صبر صبر 10 صعب 10 و10 28 باقي ركان قيم. انا صدق عيال عجبتني الفكره، ويا اخي عيال لو كملها بنلعب بدو ستار مستوعبين. إيوه. طيب كم تعطيه؟ صدق بعطيه بكل امانه بعطيه 8. 8 10 و10 20 28 28 36 المركز الاول كم؟ عادل هذاك اعلى واحد 37. لا عزت ما زال الاول. اوكي والله ما قصرت، والله رسمه ما قصرت فيها مره يا نجنج. المتسابق الاخير، يلا والمتسابق الاخير راعي الست، اللي اشوف الست ما في الا كرسي. طيب اكيد ان الوقت داهم ولا كان بيسوي شيء جامد، خلنا نشوف. اوكي حط كودك يا ركان عشان ما تزعل. اوه حط انارة على الفيسكام بيانو دراعات ملاعب ذي. اوكي حط مايك وبيانو على جنب. اوكي يعني بسيط وجميل، وواضح ان الوقت ما كفى، واضح ان شغله اسطوري بس الوقت ما كفى. تفاصيل الطاولة والالوان حلوة الصراحة. انا ابدا تقييم الصدق. ادري ان الوقت ما داهمك وما بدك تسوي شيء، فراح اعطيك 5.5 من 10. صراحة بالنسبة لي اشوف ان رسمه يعني كثير سووها. من عندي والله راح اعطيه 6. 6 ناصر علشان سكيلز اللي يرقص هذا راح اعطيه 6.5. طيب اعطيه للامانه 7 من 10. اوكي 7. ركان انا والله العظيم يعني مبسوط صراحه. ليه حط لك اركيكي؟ عشان حاط اركي. يلا هذه نقطة. النقطة الثانية صدق ما ادري، بس ان السيت اب والطاولة وكل شيء جنبها بيانو ما ادري وش الشطحة ذي، لكن بعطيه 7. 7 توتال 25.5. ما قصرتوا. وكذا يا جماعة الخير نقدر نقول الف مبروك عزت الفائز لآلة الزمن اللي ما ادري من وين، قلت الطابعة اللي ما ادري والله من وين اجيب لك طابعة عزت. احمد بعيد عنا ان عزت الفائز، بس اقسم بالله العظيم اني مصدوم يا عيال. اي والله في والله بدعوا، ما توقعت ولا واحد والله بدعوا. والله يا جماعه الناس اللي بدعت صدمتني والله، بدعوا مره، انا اللي صدمت. برمجوا ما توقعتهم بيبرمجون. طيب اعزائي الاساطير اللي قدامي، والله يا اخوان من اولكم الى اخركم اني اشكركم على وقتكم وعلى المتعه اللي قدمتوها للمشاهد. قبل لا تسوون اي متعه لنا احنا المقيمين متعتوا المشاهد، فشكرا لكم وعلى وقتكم جميعا. باذن الله السلسله هذه مستمره، واذا شفنا تفاعلكم بنخلي الفعاليه بدل اي شيء تبنيه اي ايفنت تسويه، نخلي ايفنتات وتصير سلسله ان شاء الله تعجبكم. لا تقصروا معنا بدعمكم وضغطكم على زر اللايك، قنوات الشباب وحساباتهم تحت باذن الله بتحصلونها. شكرا استاذ ناصر، شكرا استاذ فيرفل، شكرا استاذ ركان، والسلام عليكم في امان الكريم. استكشف يا جماعه.